بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي لظرف صحي، سعادة السيد عادل المعاودة للسفر خارج المملكة، سعادة السيد عادل العسومي للسفر خارج المملكة، وسعادة السيد عبد الرحمن جمشير لمهمة رسمية. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة إذا كان هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. الرسائل الواردة، الأخت الأمين العام، تفضلي. شكرا. رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم 61 لسنة 2023، لإخطار المجلس بحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2023، لإخطار المجلس بحالته للجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإخطار المجلس بحالتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبد الله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب، لإخطار المجلس بحالته لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكراً. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وما في ورائهما، المرافق للمرسوم رقم 61 لسنة 2023. المقرر. معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم 61 لسنة 2023. تدرست اللجنة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم 61 لسنة 2023، وانتهت إلى ما يلي. يتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من مادتين: المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتتألف الاتفاقية من ديباجة و22 مادة وملحق، حيث تضمنت المادة واحد تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، كتعريف سلطات الطيران ومؤسسة النقل الجوي المعينة والتعرفة والإقليم، بينما تناولت المادة 2 الحقوق الممنوحة لكل طرف من قبل الطرف الآخر المتعاقد، كحق الطيران دون هبوط وحق التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأقراض غير تجارية. ومنحت المادة 3 كل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تصاريح التشغيل وفق الشروط المحددة في المادة. وبينت المادة 4 حق كل طرف متعاقد في تعليق تصاريح التشغيل وحقه في وقف أو تقييد ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب المادة 2 من الاتفاقية. ونظمت المادة 5 الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، في حين وضحت المادة 6 الأحكام المتعلقة بسريان قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وما تحمله من مسافرين وطاقم وبضائع وبريد. ونصت المادة 7 على اعتراف كل طرف متعاقد بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الجدارة والتراخيص الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر، كما بينت حق كل طرف متعاقد لأقراض الطيران فوق إقليمه في رفض الاعتراف بشهادات الجدارة والتراخيص التي يمنحها أو يعترف لها الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه. خصصت المادة 8 للأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية، بما في ذلك حق كل طرف متعاقد في طلب إجراء مشاورات بشأن معايير السلامة في أي مجال يتعلق بتسهيلات الطيران وطاقم الطيران والطائرات، وقد بينت المادة الآثار المترتبة على هذه المشاورات. وأكدت المادة 9 على التزام الطرفين المتعاقدين بحماية أمن الطيران المدني من التدخل غير المشروع، وبالتصرف وفقاً لأحكام المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران المدني، وبتقديم المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني، كما تضمنت المادة إجراءات التعامل في حالة الحوادث أو التهديد بحوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد أمن الطيران المدني. أوضحت المادة 10 الأحكام المتعلقة بتنظيم السعة المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، إذ تتاح لها فرص عادلة ومتساوية لممارسة الخدمات المتفق عليها، بمراعاة أن تكون الخدمات المقدمة ذات صلة بمتطلبات الجمهور، وأن تتوافر فيها السعة الملائمة لمواجهة متطلبات الحركة الجوية. ونظمت المادة 11 أحكام رسوم الاستخدام، حيث نصت على بذل كل طرف قصارى جهده لضمان أن تكون الرسوم المفروضة من قبله على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر مبنية على مبادئ وأسس اقتصادية، ولا تزيد عن تلك الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله والتي تعمل في خدمات دولية مشابهة. كما نظمت المادة إجراء المشاورات بين السلطات المعينة بفرض الرسوم ومؤسسات النقل الجوي التي
تستفيد من الخدمات والتسهيلات التي توفرها تلك السلطة. وتناولت المادة 12 أحكام التعرفة، ومن ذلك إنه يتوجب على كل طرف متعاقد السماح لمؤسسات النقل الجوي بوضع تعرفة للخدمات الجوية بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. وقررت المادة 13 حق مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد في إنشاء مكاتب تمثيل لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ونصت المادة 14 على سماح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر بتحويل فائض الإيرادات الزائدة عن المصروفات المستحقة في التحويل إلى إقليم الطرف الآخر المتعاقد وفقاً لأنظمة التحويل سارية المفعول. فيما ألزمت المادة 15 مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تقدم إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر جداول التشغيل وأي تعديلات عليها قبل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. وقررت المادة 16 تقديم قوائم الإحصائيات لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر متى ما طلب منها ذلك بصورة معقولة لأغراض مراجعة السعة المتاحة. ونصت المادة 17 على تعبير كلا الطرفين المتعاقدين عن نيتهما في عقد سلسلة من المشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكليهما للتأكيد على التعاون في كل الأمور التي تؤثر في تطبيق الاتفاقية. بينما نظمت المادة 18 آلية تسوية المنازعات عن طريق التفاوض أولاً ومن ثم إحالة النزاع إلى التحكيم في حال فشل التفاوض. وبينت المادة إجراءات التحكيم وآلية تعيين المحكمين، وأجازت المادة 19 لأي طرف أن يطلب عقد مشاورات لتعديل أي من أحكام الاتفاقية. كما نصت على أن أي تعديلات يتم الاتفاق عليها تدخل حيز التنفيذ وفقاً لنص المادة 22 من الاتفاقية. وتناولت المواد من 20 إلى 22 الأحكام الختامية المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي ودخولها حيز التنفيذ. وحدد ملحق الاتفاقية الطرق التي ستشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين. وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في أنها تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسخ العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي حيث اشتملت على جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين. حيث تهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في سيول بتاريخ 15 مايو 23 إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية كوريا في مجال النقل الجوي على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جوية متنوعة للجمهور بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية
للناقلة الوطنية، ويعزز من إجراءات أمن وسلامة الطيران، ويزيد من عدد المسافرين من وإلى مطار البحرين الدولي، والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي. وباستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما المرافقة للمرسوم رقم 61 لسنة 23، يتبين لنا أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور. أستأذنك طال عمرك في توصية اللجنة. قرأت توصيتنا. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدأ من آراء وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما المرافق للمرسوم رقم 61 لسنة 2023. شكرا جزيلا. هل في طالب للكلام؟ أنا شفت اسمك هناك واختفى الحين طلع. غيرت رأيك؟ شكرا معالي الرئيس وصبحكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أنا ما عندي أي شيء بالنسبة إلى موضوع طبعا التعزيز التعاون الدولي وتنمية الاقتصاد، وإنما لفت نظري أنه ما موجود كوريا الجنوبية، يعني سيئول هي عاصمة كوريا الجنوبية، فمحطوط كوريا بدون تحديد كوريا الشمالية أو الجنوبية لولا أنه التوقيع تم في سيئول. فهاي كان ملاحظتي. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا أضم صوتي لصوت المقرر بأن هذه الاتفاقية والتي تأتي تنفيذا إلى ما التزامات الدول الأطراف في معاهدة الطيران المدني أو معاهدة شيكاغو لعام 1944، وقد يعني عملت الدول الأطراف في هذه المعاهدة الدولية أن تقوم بإنشاء أو الدخول في اتفاقيات ثنائية، وذلك من أجل تشغيل الخدمات الجوية. طبعا مثل ما تفضل المقرر، هذه الاتفاقية تهدف إلى مجموعة من الأهداف، أعتقد من أهمها الارتقاء بالخدمات الجوية إقليميا ودوليا، تعزيز التجارة، تعزيز التنمية الاقتصادية، تشجيع مؤسسات النقل الجوي، تشجيع حركة الطيران المدني، وخلق فرص استثمارية، وإلى غير ذلك مما يعني أوجزه المقرر. بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو الدكتور ابتسام، طبعا هذه الاتفاقيات في العادة الدول عندما تقوم ب يعني صياغتها تلتزم أي دولة بما باسمها الموجود في الأمم المتحدة وباسم هذه الدولة التي أصبحت فيه طرفا في معاهدة أو في اتفاقية معاهدة شيكاغو لعام 1944، وبالتالي اسم كوريا هي جمهورية كوريا كما هو وارد وكما هو يعني معترف فيه في الأمم المتحدة، ولا يوجد غرابة في ذلك. الأمر الآخر، الاتفاقية طبعا وقعت في سيئول، وبالتالي يعني جمهورية كوريا هو الاسم الرسمي للجمهورية الكورية. شكرا جزيلا. في مداخلة أخرى؟ بس تعليق طال عمرك، الأمر يرجع لوزارة الخارجية، هو مسمى رسمي. هذا مثل ما قال الأخ علي. إذن الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ أغلبية موافقة. طيب تقرأ لنا من فضلك مواد المشروع، مادة ما الموافقة على نصوص مواد المشروع كما وردت تفصيلا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. أولا المسمى
الموافقة على قرار مجلس النواب بتصويب الخطأ الكتابي في كلمة ورائهما إلى لتكون ورائهما، حرف الألف كان على كرسي صار نحويا يعني. المسمى مشروع قانون رقم 1 لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما ورائهما. يعني هو طبعا الأخ المقرر ذكر رقم 1، بس ليس هناك رقم 1 يعني. ليس هناك رقم 1 في المسمى. مسمى؟ المسمى أنت قلت مشروع القانون رقم 1. لا أنا ما قريت باسم المشروع، اسم كان على قرار مجلس بتصويب الخطأ الكتابي توصية. على كل اللي عندكم موجود اليوم في هذا مشروع القانون رقم ولسنة كذا، وبعدين تكملة المادة. الكلمة هذه واردة في المسمى. أوكي مشكور. الموافقون على المسمى؟ أغلبية موافقة، تفضل. الديباجة: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما المحررة في سيئول بتاريخ 15 مايو 2023، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الموافقون على الديباجة؟ أغلبية موافقة. المادة الأولى تفضل. المادة الأولى: صدق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المحررة في سيئول بتاريخ 15 مايو 2023، والمرافقة لهذا القانون. الموافقون على المادة الأولى؟ أغلبية موافقة، تفضل. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الموافقون على المادة الثانية؟ أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة؟ أغلبية موافقة. تحبون نأخذ الرأي النهائي؟ أوكي. كريم أخذي رأي المجلس بالندعم بالاسم. شاحنة معك. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة سيدة جلال بوبشيت، سعادة الشيخ أحمد الخليفة، سعادة الدكتور أحمد العريض، سعادة الدكتور بسام بن محمد، سعادة سيد جمال فخرو، سعادة السيد جمعة الكعبي، سعادة الدكتورة جميلة السلمان، سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، سعادة السيد جواد الخياط، سعادة السيد جواد عباس، سعادة السيد صادق الرحمة، سعادة السيد طارق الصفار، سعادة السيد طلال المناعي، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة السيد علي الرميحي، سعادة سيد فؤاد الحاجي، سعادة سيدة لينا قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة سيدة نانسي خضوري، سعادة سيدة هالة فايز، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة سيد هشام القصاب، معالي سيد علي الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع. الموافقون على الرأي النهائي؟
الأغلبية موافقة. شكرا جزيلا. شكرا معالي الرئيس. شكرا شكرا للصادق. معالي الوزير، سعادة الوزير، ما أدري يعني أنا يعني فاتني، أنت لا طلبت الكلمة، هل تود أن تقول كلمة في نهاية هذا؟ عليكم السلام، تفضل. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك كلمة الله يسلمك، أن نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على تعاونكم الدائم والمستمر مع وزارة المواصلات. لا شك أن مثل هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابي إن شاء الله ينعكس على الاقتصاد، وعلى أيضا إتاحة خيارات أفضل أمام المسافرين، وتعزيز حركة السفر أيضا من مطار البحرين. وانطلاقا من الموافقة على هذه الاتفاقية، أنا أحب أوضح أيضا أن إن شاء الله شركة طيران الخليج من ضمن الخطة الموضوعة لعام 2024 هو التشغيل أيضا إلى جمهورية كوريا. فكل الشكر والتقدير، وهذا أيضا يوضح أهمية الدخول في مثل هذه الاتفاقيات، وإتاحة الفرصة أيضا للناقلات الوطنية في كلا الطرفين على التشغيل وتعزيز الحركة في مطار البحرين الدولي. مشكور. شاكرين لك. مشكور. أخواتي وأخواني، يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بأبنائنا الطلاب من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، وأن نعبر لهم عن سعادتنا بزيارتهم لمجلس الشورى للإطلاع عن قرب على سير العملية التشريعية وآليات عمل واختصاصات مجلس الشورى، بما يعزز الثقافة التشريعية والمعرفة لديهم بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص تمنياتنا لهم ولكل أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح في بناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين، وتحقيق ما يتطلعون إليه من خير وازدهار للوطن. فحياكم الله في مجلس الشورى. ننتقل إلى تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرر إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. الأخ المقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته والذي انتهى إلى عدم الموافقة عليه. وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم 17 إلى مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، تعاقب المكلف بالتبليغ الوارد في المادة الثامنة من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 2000 دينار إذا امتنع عن التبليغ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة. بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية،
اطلعت اللجنة على مشروع القانون، وبعد دراسته انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ اتفاقاً مع قرار مجلس النواب الموقر، وذلك للأسباب التالية. أولاً، تنص الفقرة ألف من المادة الخامسة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. ولذا يجب أن تقوم العلاقة الأسرية على المودة والرحمة مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. فيجب أن يسود اللين والرفق في العلاقات الأسرية والبعد عن الشقاق وعدم الوفاق واجتناب العنف الأسري في حل المشكلات. ثانياً، أن الإبلاغ عن الجرائم بشكل عام من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، حيث نصت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير الشكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. أضف إلى ما تقدم أن المشرع البحريني قد أفرد بنص المادة 230 عقوبات، عقوبة الحبس أو الغرامة على الموظف العام المكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، وعقوبة الغرامة على الموظف غير المكلف إذا أهمل أياً منهما أو أرجأ الإخبار عن الجريمة. حيث تنص المادة 230 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للموظف من أصوله أو من فروعه أو أخوته أو أخواته أو من في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة. كما أن المادة 231 عقوبات قد أفردت عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على من يزاول إحدى المهن الطبية أو الصحية إذا وجد بالمتوفى أو المريض عند إسعافه علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة، أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولو يبلغ السلطة العامة. ثالثاً، حدد مشروع القانون المعروض عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاء أو عاهة مستديمة، دون أن يترك تقدير عقوبة الحبس والغرامة للقاضي كما هو الحال في نص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. حال أن سلطة المشرع في مجال تفريد العقوبة يجب أن يراعي فيها مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة والتدرج في العقوبة صعوداً ونزولاً بين حديها الأقصى حال التشديد والأدنى في حالة الظروف المخففة كي تكون العقوبة مناسبة مع الجريمة المرتكبة، وحتى يترك للقاضي تقدير العقوبة المناسبة حسب ظروف كل قضية على حدة، خاصة وأن عقوبة الحبس حدها الأدنى 10 أيام وحدها الأقصى 3 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عملاً بنص المادة 54 من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومن حيث أن المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المذكور قد تضمنتا عقوبة الحبس والغرامة حال عدم الإبلاغ دون تحديد مدة معينة للحبس، لذا كان يتعين على مشروع القانون المعروض مراعاة ذلك تحقيقاً للتناسق والتناغم مع النصوص والتشريعات السائدة حتى لا يكون بمعزل عن سياق التشريعات النافذة. رابعاً،
أن المبالغة في تقدير العقوبة بالحبس والغرامة قد يمنع المعتدي عليه أو أحد أفراد الأسرة من التبليغ، خاصة وأن هناك دولاً عربية كثيرة لم تجرم عدم التبليغ حفاظاً على الأسرة وحمايتها. خامساً، بالرجوع إلى دراسة الدول المقارنة نجد أغلب الدول لم تنص على عقوبة الحبس عن عدم التبليغ. مثلاً في المملكة العربية السعودية لم تنص على عقوبة رغم أنها ألزمت بالتبليغ كل من يصل إلى علمه واقعة عنف أسري. أما الإمارات العربية المتحدة فلم ينظم قانونها مسألة التبليغ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم النص على الغرامة فقط في حالة عدم التبليغ. أما في دولة الكويت فقد أحال في مجال العقاب إلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. سادساً، العقوبة المقررة في مشروع القانون أشد من العقوبة المقررة عن ذات الفعل في الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون العقوبات لأنها نصت على الغرامة فقط. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون توصي اللجنة بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. شكرا جزيلا. أعطي طالبي الكلام لأن الواقع رئيسة اللجنة اليوم غايبة لظرف صحي طارئ، فأعطي الكلمة إلى نائبة رئيسة اللجنة لينا قاسم. تفضل يا أخت لينا. شكرا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والحضور الكرام. يهدف مشروع القانون لإضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب لاكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع وتحريك الدعاوي الجنائية على مرتكبيها. ونحن كلجنة نرى رفض المشروع بقانون على اعتبار أنه فضفاض ويحمل جميع فئات المجتمع مسؤولية التبليغ عن حالات العنف، وهذا الأمر من غير الممكن تحقيقه إذ سيؤدي تغليظ العقوبة إلى التهاون في التبليغ عن حالات العنف الأسري خوفاً من العقوبة. فضلاً عن ذلك، العقوبة المقررة في مشروع بقانون يقيد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يعطيه المجال في تحديد العقوبة المناسبة لواقعة العنف. وأيضاً نلاحظ في دراسة الدول المقارنة أن أغلب هذه الدول لم تنص على عقوبة الحبس عن عدم التبليغ. فمثلاً في المملكة العربية السعودية لم تنص على أي عقوبة رغم أنها ألزمت بالتبليغ كل من يصل إلى علمه واقعة عنف أسري. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فلم ينظم قانونها مسألة التبليغ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم النص على الغرامة فقط في حالة عدم التبليغ. أما في دولة الكويت فقد أحال في مجال العقاب إلى ما هو منصوص عليه في قانون العقابات، بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها مقرر اللجنة، مع العلم أن مجلس النواب قد رفض مشروع القانون. لذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على قرار اللجنة، والأمر متروك لكم في اتخاذ ما يلزم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال زايد تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، شكرا للجنة ومقررة اللجنة على تقريرهم، ولكن مع احترام الشديد لما خلصوا إليه من نتيجة أنا أختلف تماما مع النتيجة والرأي الذي ورد في تقرير اللجنة. أقدر اجتهادهم في الأسباب التي تطرقوا لها، ولكن كل أمر تم ذكره من أسباب ومبررات صحيح هي نوقشت أيضا أمام مجلس النواب. هناك من الأعضاء في مجلس النواب من ارتأوا أيضاً في مناقشاتهم أن يتم الموافقة على مشروع القانون. أيضاً لجنة الخدمات في مجلس النواب انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لأهميته.
لذلك معالي الرئيس في كل ما تم التطرق له من أسباب في تقرير اللجنة أنا أعتبرها أمور مردود عليها بحيث أن إحنا نبين هذه الأسباب. أنا رفعت طبعا لمعاليك اقتراح بشأن المشروع القانون كمادة، كما اقترح أن يتم إعادة التقرير إلى اللجنة للتروي في مسألة اتخاذ هذا القرار والموازنة ما بين الرأي الراجح والمرجوح في هذا الأمر باعتبار تحقيق المصلحة والفضلة للأسرة كما اعتدنا في التشريع البحريني هي جدا أمر هام. أفيد معالي الرئيس أيضا في أحكام الدستور نص على مسألة قوام الأسرة وأن هي واجب من واجبات الدولة في حمايتها وكذلك من واجب المؤسسات الدستورية بجميعها السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بأن تضع الأحكام والشروط وكيفية تنفيذ وإطباء وإنفاذ القانون بما يحكم هذه الحماية. المسؤولية الأولى في تقرير الحماية تقع على المشرع فيما ينصه من أحكام بموجب القانون ليتسنى سواء للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يلزم من قرارات بموجب تلك القانون وكذلك أن يمنح للسلطة القضائية مسألة أن تقدر ما هو تحقيقا للعدالة كما هو نص في قانون العقوبات عندما قرر كيف ينظر القاضي الجنائي لمسألة وقوع الجريمة وأركان تحقق الجريمة وعند تداول الجلسات يراعي القاضي مسألة الأعذار سواء المشددة أو المخففة أو الأمور التي تخضع لتقدير القاضي على ضوء كل جريمة تنظر أمامه. بالنظر إلى قانون العنف الأسري تميز المشرع البحريني عندما وضع الحماية من العنف الأسري ولم يخص فيه فقط المرأة بحيث أنه هو أخضع كافة أعضاء الأسرة بهذه الحماية. والمستقرأ لقانون الحماية من العنف الأسري في التشريع البحريني وهذا ما تشرفنا بسماعه عند مناقشة التشريعات المنظمة لأحكام الأسرة أنه وضع من هم المشمولين في هذا القانون الواجب حمايتهم ومن ثم وضع ماهية الأفعال ومن ثم وضع وهو الأهم ماهية تدابير الحماية التي قررها سواء التي تمارسها النيابة العامة أو يتخذها القاضي في هذا الشأن بما يحمي المعتدى عليهم من تقول المعتدي في هذا الجانب. قيام النيابة العامة بتأسيس نيابة الأسرة والطفل جعلت أيضا مثل هذه الأمور تحكم مسألة تقرير الحماية. لو نظرنا إلى التعديل المطلوب إدخاله في هذا التشريع وفق نص المادة 8 من القانون اشترط أن في أشخاص مكلفين بالإبلاغ، يعني يجب عليهم أن يتم الإبلاغ متى ما وجد أمامهم أي حالة من حالات العنف الأسري وتم تحديدهم سواء من الذين بحكم عملهم سيطلعون على أن هناك عنف أسري واقع لأي فرد من الأفراد الأسرة أم بسبب مهنته التعليمية أو الطبية والصحية الملازمة لذلك. الدكتورة جهاد الفاضل تفضلي. شكراً معالي الرئيس وكل الشكر للجنة ولمقررة اللجنة وللأخت نائب رئيس اللجنة على ما تفضلوا به وأيضاً لزميلتي الأستاذة دلال زايد. طبعاً معالي الرئيس لدي مجموعة من النقاط التي أود أن أثيرها قبل أن يتبلور موقفي من هذا المشروع بقانون واللي يمس شريحة أكيد كبيرة من الأسر على أرض البحرين، فيعني مما يفرض علينا التأني. النقطة الأولى معالي الرئيس، هل فعلاً هناك فراغ تشريعي جاء هذا التعديل لسد يتعلق بالامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري؟ كما تعلم معالي الرئيس ويعلم الأخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء، حق التبليغ مفتوح للكافة وبالتالي لا يوجد أي حظر أو مصادرة لهذا الحق، وهذا ما أقرته المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي ذكرتها الأخت المقررة ذكرت النص.
منظومتنا التشريعية متماسكة وذهبت لأبعد من ذلك بحيث أنها ألزمت الموظف العام في المادة 230 من قانون العقوبات بالتبليغ عن الجرائم سواء كان مكلف بذلك أو غير مكلف بذلك. كذلك يوجد تفريد خاص بقانون مزاولي المهن الطبية والصحية بمعاينة حالات الجرائم ومن بينها العنف الأسري. النقطة الثانية معالي الرئيس، علينا أن نرى هذا التعديل التشريعي من جانب أو من زاوية أخرى. نحن نريد أن نضمن الإلزام بالتبليغ عن حالات العنف الأسري، وسنعاقب من لا يقوم بذلك، لكن في المقابل ما هي ضمانات عدم الكيدية، وأيضا ما هي ضمانات الإسراف في الاشتباه بحالات التبليغ بوجود عنف أسري خوفا من العقوبة؟ هذه تساؤلات أعتقد لابد أن نحن بعد ناخذها بعين الاعتبار. النقطة الثالثة معالي الرئيس، كان بودي أن أرى في تقرير اللجنة مرئيات الجهات المعنية، خاصة الجهات الأهلية والتي تقوم بمتابعة حالات العنف الأسري، وياريت لو كان في إحصائيات من قبلهم، لأن يعني ودنا نعرف هل ما يتحدث عنه التعديل التشريعي يعد ظاهرة في المجتمع البحريني أم هو عبارة عن حالات فردية؟ والسؤال الأهم، هل فعلا العقوبة المقررة في قانون العقوبات للامتناع عن التبليغ غير رادعة وغير كافية، وبالتالي نحتاج إلى تعديل في هذا القانون؟ النقطة الرابعة معالي الرئيس، واللي طبعاً الكل تطرق لها، نظراً لخصوصية التعامل مع التشريعات المرتبطة بالأسرة، فالبيوت مثل ما نعرف كلنا البيوت أسرار، وبالتالي أي خلاف أو أي تصدع بالأسرة هذه راح يدفع فاتورته الأبناء. لذلك أعتقد أن تسوية المشكلات بالطرق الودية أفضل من الإجراءات القانونية الصارمة، وهذه طبيعتنا كمجتمع بحريني، يعني دائما احنا ما نحب الفضايح، وتحدث امور قد تحدث في الاسر ولكن قد لا تستدعي الوصول الى المحاكم. يعني هل يمكن مثلا تعزيز دور مكاتب الارشاد الاسري التابعه لوزاره التنميه الاجتماعيه كخيار موازي او رديف للتعديل التشريعي؟ طبعا أنا مع توصية اللجنة، ولكن حتى نطمئن جميعا لو أن اللجنة تسترد تقريرها لمزيد من الدراسة نكون شاكرين لهم. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور علي الحداد تفضل. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول رئيس وأعضاء اللجنة وأيضا مقررة. ويسرنا أن نرحب بسعادة الوزير الذي يشرف جلستنا هذا اليوم. الأسر البحرينية التي تتمتع بتضافر وانسجام مميز بين أفرادها يكاد العنف الأسري يختفي في أوساطهم، نظرا للأساليب الراقية التي يتبنونها في التربية النابعة من العادات والتقاليد البحرينية الطيبة المستقاة من الموروث الديني المتمحض والاحترام المتبادل، ونادرا ما يحدث بينهم العنف الأسري، إذ أن توقيع العقوبة على أي فرد من أفراد الأسرة بعدم التبليغ قد يأتي بنتائج عكسية ويتسبب في إحداث الخلل وتشتت شمل الأسرة والعائلة. من هذا المنطلق أضم صوتي لقرار لجنة شؤون المرأة والطفل في رفض إضافة المادة الجديدة رقم 17 مكرر إلى قانون رقم 17 سنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وشكرا لمعاليكم. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي حسن. شكرا معالي الرئيس، وشكرا للجنة أعضاء
والمقرر على التقديم الجيد. معالي الرئيس، في بس حبيت أعطي إحصائية لحالات العنف الأسري التي قدمت إلى النيابة العامة في عام 2022 حسب ما وردني، أن هناك تقريبا يزيد على 3000 حالة من حالات العنف الأسري وصلت إلى النيابة العامة، من ضمنها المتهمين آباء، أزواج، أخوة، أبناء وإلى آخره. الحالات التي تم التبليغ عنها هي أنواع من أنواع العنف الأسري مختلفة، سواء كانت أذى جسدي أو نفسي أو عاطفي أو اقتصادي. باعتقادي أن هذه الحالات التي قدمت إلى المحاكم، وهو سؤال موجه إلى الأخوة في وزارة التنمية الاجتماعية، هل يعتبر العنف الأسري ظاهرة تستدعي الوقوف عندها واللجوء إلى تشديد العقوبة كما هو الآن مقترح في القانون، باعتبار أن كثير من الحالات العنف الأسري لا يبلغ عنها في المحاكم، باعتبار أن الأمر قد يحل وديا وأن قد يكون هناك أسباب لعدم التبليغ لأن المبلغ يخشى من مشاكل اجتماعية وغيره. أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى بيان، بس الأخ سعادة الوزير لا ينتبه إلى ما نسأل عنه. لا، أصحاب السعادة الوزراء، هو كلام وجه لكم أنتم. نعم، ما هي نسكت إحنا، متى بتخلصون إن شاء الله؟ لا بس هو يبي. إذن لا لا بس أنا أريد أوجه بعد يعني دقيقة واحدة استمر في كلامك. يعني أستريح وأكمل. لأنه قاعد يوجه كلامه إلى سعادة الوزير، تفضل. كنا موجهين سؤال بشكل عام وبينا حالات العنف الأسري التي قدمت للنيابة العامة، هل يعتبر العنف الأسري ظاهرة تستدعي الوقوف عنها وتشديد العقوبة لعدم التبليغ؟ هذا كان سؤالي، باعتبار أن كثير من الحالات كما ذكرت قبل شوي لا يبلغ عنها لأسباب كثيرة من ضمنها أسباب اجتماعية. القانون المقترح أو المقترح أمامنا هو يدعو إلى تشديد العقوبة لعدم التبليغ. في الواقع معالي الرئيس أن اللجنة وقفت عند هذا الأمر مليا وكانت تدرس هل نحتاج إلى تشديد العقوبة، هل نرفض المقترح كما رفضه مجلس النواب وإلى آخره. وجدنا أن هناك في تناقض بين المقترح وقانون العقوبات الموجود وقوانين أخرى، لذلك اللجنة عندما رفضت المقترح لم ترفض فرض العقوبة على عدم التبليغ، وإنما رفضته لعدم اتساقه مع قوانين أخرى ومن ضمنها قانون العقوبات. هذا كان سبب رفض اللجنة للمقترح، وأعتقد هو نفس السبب الذي رفض من أجله هذا المقترح من قبل مجلس النواب الموقر. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور بسام البن محمد. شكرا معالي الرئيس. بداية طبعا موضوع الأسرة وموضوع مهم، ولذلك اليوم في تباين في الآراء ما بين التمسك بالاقتراح بقانون أو المشروع بقانون اللي أصبح اليوم أمامنا أو رفضه. قد يكون اليوم من الأنسب رفضه لأن مجلس النواب رفضه، والتقدم باقتراح جديد بصيغة أفضل تكون متوافقة مع المطلوب قد يكون هذا مخرج. إنما معالي الرئيس أنا بستغل الموضوع ذي لتسليط الضوء على موضوع مهم وهو موضوع الأسرة. معالي الرئيس، اليوم في استهداف لكيان الأسرة، في استهداف واضح عالمي لكيان الأسرة وتكوينها، سواء كانت الأسرة الأب والزوج أو الزوج والزوجة والأبناء أو الأسرة الممتدة. لذلك معالي الرئيس احنا لابد أن نستغل هذا الموضوع ونزيد من التوعية لأهمية وجود الأسرة المستقرة، سواء كان عن طريق تغليظ العقوبة وتجريم العنف الأسري أو أي من التشريعات الأخرى اللي تعزز من دور ومكانة الأسرة المستقرة في المجتمع. الأسرة المستقرة تنشئ أجيال تساهم في استقرار الوطن، تساهم في الاقتصاد، تعزز من الترابط الاجتماعي في المجتمع، يكون لها دور إيجابي. إنما التركيز على الفردانية ودور الفرد وإضعاف دور الأسرة هذا يؤثر على المجتمع، يؤثر على تماسك المجتمع، يؤثر على الاقتصاد وعلى الأمن وغيرها من أمور مترابطة. معالي الرئيس، لذلك معالي الرئيس أنا أشدد على هذا الموضوع، وأيضا أذكر بالمادة الخامسة من الدستور اللي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
فلذلك انطلاقا من هذه المادة الدستورية اللي نعتز جدا فيها، يجب علينا أن ننظر لهذا المشروع القانون الماثل أمامنا وغيره من أمور مرتبطة بمكانة الأسرة ونعمل على تعزيزها وترابطها. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور هاني الساعتي تفضل. شكرا معالي سيد الرئيس. أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على تقديم هذا التقرير، ورحب بأصحاب السعادة الوزراء ممثلي الحكومة الموقرة. بلا شك معالي سيد الرئيس، الموضوع ذو أهمية ويتناول أهم موضوع مكون في المجتمع، ألا وهي الأسرة. الأسرة نواة المجتمع، وهي خلية تكون نسيجها، فقوتها وترابطها وترابطها وهي ترابط وقوة مجتمعاتنا، وتفككها هي بداية هلاك مجتمعاتنا. المشروع المشرع البحريني أعطى هذا المكون الأولوية والاهتمام، كما نص عليه دستور مملكة البحرين في الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع، فقرة ألف وباء. الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أوصارها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعي الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. وقد قدم الأمومة والطفولة في الفقرتين على والي الأسرة والمتمثل في الأب أو الوصي. وأنا هنا أشيد بجهود والدور الذي تقوم به مؤسسات مملكة البحرين الحكومية المتمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسات الأهلية المرخصة أيضاً لصون هذه الأمانة. عندما نتحدث عن العنف الأسري أو العنف في الأسرة، نسلط الضوء على ظاهرة تحدث في كل المجتمعات لكن بتفاوت وتناسب مختلف، وعليه يكون دورنا هو التقليص والتخلص من هذه الظاهرة. فتعريف هذه الظاهرة هي نمط سلوك غير سوي قسري يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، يمارس من قبل فرد يكون شريك في الأسرة على الآخر لإحراز السلطة والسيطرة ولمواصلة إخضاعه. نحن اليوم نتكلم عن كيان يحارب الأبرياء، يقتل الأبرياء في الأراضي المحتلة، ولا نريد أن ننسى الكيان الطاغي الموجود في الأسرة، في قلب الأسرة. فلذلك بينت الإحصائيات النيابة العامة عام 2022 أن حالات تقريبا 3017 حالة شخصيا في قضايا عنف أسري، 660 منها تخضع زواجها ضد زوجاتهم، يعني هذه نسبة 49%. اتخذت مملكة البحرين مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها، إذ أطلق المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري. منذ عام 2020 انخفضت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي عدد البحرينيات المتزوجات بنسبة 0.02% في عام 2019 مقارنة ب 2018، وانخفضت هذه النسبة حالات العنف الجسدي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بنسبة 0.01%. هذا معناته أن هناك جهود متكاملة ومثمرة من المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية للخفض من هذه الظاهرة. كانت المؤسسات الحكومية دور متكاتف لهذا الصدد، كتوفير خطوط ساخنة الممثلة في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، مركز الإرشاد الأسري، دار الأمان، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، مكتب التوفيق الأسري، ومجلس الأعلى للمرأة، ولا ننسى مراكز المجتمع المدني الداعم للأسرة. الحين برجع في صلب الموضوع معالي الرئيس، مشروع البحريني لم يهمل هذا الجانب، وقانون العقوبات وضع القوانين الرادعة بهذا الصدد، سواء في القانون النافذ المعني بشأن الحماية من العنف الأسري اللي اليوم قاعد نناقشه، قانون 17 لسنة 2015، أو قانون العقوبات الجنائية للأذى المتمثل الجسدي المتمثل في قانون 339، أو ما جاء في قانون
230 و231 من الجرائم المخلة بسير العدالة. أنا أرى مع الرئيس أن شدة العقوبة على من لم يقم بالإبلاغ وكان غير مكلف لا تتساوى مع من قام مع من لم يقم بالإبلاغ عن العنف وهو مكلف. فأنا يعني لست مع رفض هذا المشروع القانون، ولكن مع إعادة النظر فيه وإعادة صياغته، لأن إذا ننظر إلى قانون 231 التي تنص يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 10 دنانير من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف عن شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة، أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها لم يبلغ السلطة العامة. يعني أنا لست مع فرض عقوبة سلب الحرية لمن هم ليسوا بمكلفين بالإبلاغ، ولكن مع تغيير وتعديل العقوبة المادية، يعني ما يعني غرامة لا تتجاوز 10 دنانير، يعني هذه ليس بقانون رادع لمن ليس هم مكلفين مثل طبيب معلم في المدرسة ولم يبلغ بوجود أو اشتباه بعنف أسري. فأرى أنا يعني أن الموضوع يرجع للجنة ونعيد مناقشته وطبعا وتغيير صياغته. شكرا معالي السيد الرئيس. الأخ جواد عبد الله تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر أيضا إلى اللجنة الموقرة رئيسا وأعضاء. سيد الرئيس، بخصوص تعريف أو مسميات الإساءة الأسرية أو الإساءة الزوجية، ويمكن تعريف الأخير بشكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو الصادرة من كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الأسرية، وله عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي كالضرب والركل والعض والصفع والرمي بالأشياء وغيرها، أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد، التخويف أو الملاحقة والمطاردة، أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال أو الحرمان الاقتصادي. وقد يصاحب العنف الأسري حالات مرضية كإدمان الكحول والأمراض العقلية. التوعية تعتبر من الأمور المساعدة في علاج العنف الأسري والحد منه، وتختلف معايير تعريف العنف الأسري اختلافا واسعا من بلد لبلد ومن عصر لآخر. لا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة، بل يتعداها ليشمل أمورا أخرى كالتعريض للخطر أو الإكراه على الإجرام أو الاختطاف أو الحبس غير القانوني أو التسلل أو الملاحقة والمضايقة. وهناك عدة دراسات ذكرتها مكاتب الأمم المتحدة. سيد الرئيس، من يقف ومن يعالج مثل هذه الحالات إذا وقعت غير القانون؟ لا يستطيع أحد أن يعالج مثل هذه الأمور أو هذه الحالات إلا القانون. أما احنا سيد الرئيس لا نتحدث عن أمور بسيطة قد يكون تحدث داخل الأسرة وممكن معالجتها في إطار الأسرة، لا نتحدث عن الأمور البسيطة، نحن نتحدث عن ما ذكرت
وما ذكرت الأستاذة دلال الزايد وما ذكر الكثير من أصحاب السعادة الأخوة والأخوات في مداخلاتهم، نحن نتحدث عن أمور جدا خطيرة. هذه الأمور الخطيرة يجب على القانون أن يتدخل حتى يقوم بمعالجتها. سيدي الرئيس، لا يمكن نبعد القانون اليوم عن إطار الأسرة. الأسرة لابد أن تعيش في ظلال القانون، يجب أن تعيش في حماية القانون. قد يكون الاعتداء هناك الواقع، قد يكون الاعتداء المجني عليه أحد الوالدين، وقد يكون المجني عليه طفل، وقد يكون المجني عليه امرأة زوجة. فلذلك لا يمكن أحد يستطيع أن يقوم بمعالجة هذه الأمور من العنف الأسري إلا القانون. نعم، أنا طبعا أقول بالنسبة إلى هذا القانون، أعتقد أن فيه بعض الجوانب الشرعية، لذلك إذا وافق مجلسكم الموقر على استرداده إلى اللجنة الموقرة لدراسته أو لمزيد من الدراسة، نطلب من اللجنة الموقرة أن تقوم بأخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى يتم معالجة الجوانب الشرعية المتضمنة في هذا المشروع، مشروع القانون. يعني أتمنى أن يأتي في حال استرداده، أن يأتي بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى نستطيع أن نبني رأياً إسلامياً شرعياً يتفق مع القانون. وكما تعلم سيد الرئيس أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع، لذلك أنا أعتقد بأنه من الضروري أن نطلع على مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكراً سيد الرئيس. شكراً جزيلاً سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً معالي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر. في البداية بس حبيت أبين أن أصل هذا الموضوع هو مقترح مقدم من أصحاب السعادة النواب، وذلك لسد فراغ تشريعي والنص على عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري ووصلت إلى علمه بحكم عمله أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية، إذا امتنع عن التبليغ وتجديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاء أو عام سليمة. فأنه ليس بالضروري أن يتم سد الفراغ التشريعي لوجود ظاهرة من عدمه، وإنما هي معالجة لنص نافذ حاليا والحث وفرض على عقوبة مناسبة ورادعة لتحقيق الحماية اللازمة للأسرة. مسألة وجود ظاهرة من عدمه، ليست جميع التشريعات والنصوص تتطلب وجود هذه الظاهرة، وإنما في مراجعة النصوص وفق ما تبين من خلال المقترح والذي وافقت عليه الحكومة أن هناك فراغ تشريعي يتطلب وجود عقوبة لمن يتخلف عن التبليغ. فهذه المسألة تم معالجتها من خلال وجود نص يتناسب مع اتساق تفريد العقوبة الموجودة في نص قانون العقوبات بما لا تتجاوز المكلف في التجديد ولا تقل عن التطبيق الذي يحقق الرادع وتؤكد على سلامة الأسرة. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا الأخ فؤاد الحاجي، تفضل. سيد الرئيس، يعني تكلم الزملاء أعضاء المجلس عن العقوبة ضد التي تقع على المكلف بالتبليغ. قانون العقوبات سيد الرئيس في جزء من غطى أو أكثر ثلاثة أرباع اللي نتكلم عنه، أو هالقانون غطى قانون العقوبات بالنسبة للموظف العام والموظف شبه العام مثل الأطباء
في المستشفيات العامة، الأطباء في المستشفيات الخاصة، واللي يعتبر مو موظف عام إنما عمل عام، أو المكلفين من أفراد يعني الشرطة إذا وصل إلى علمه أو عاين حادثة أو قام بمسرح الجريمة بمعاينة حالة وفاة يعني في المنزل، هذا كلها غطاها قانون العقوبات. سيد الرئيس المقترح بقانون وش يتكلم؟ يتكلم احنا خلنا لا حماية الأسرة من العنف. هل هذا القانون وهذه العقوبات المبالغ فيها بالنسبة للغرامة أو السجن هل هي بتحمي من العنف الأسري؟ ما أعتقد سيد الرئيس، لأن هذه تلزم كل أفراد الأسرة أن يكونون مخبرين، يعني بفرض القانون لازم تصير مخبر على أفراد أسرتك، والله بتتعرض لغرامة وحبس. هل هذا اللي يلم الأسرة اللي ينادي بها إلا من فقط أهم مواد الدستور تنادي بها الأسرة نوات المجتمع يجب المحافظة عليها؟ أنا مو محافظ المادة التي تتناولها، إنما حسب الدين والقيم والأعراف والعادات والتقاليد. أما أنا أجيب قانون ملزم، تعال أنت يا فرد من أفراد الأسرة، أما تصير مخبر على أسرتك، أما بتتعرض إلى حبس أو غرامة. السيد الرئيس مو مقترح قانون، يعني العنف ليه مواد في قانون العقوبات الجرمة، عدم التبليغ ليه في قانون العقوبات مواد تعالج، فما الداعي إلى فرض هالنوع من الجزاءات إلى أفراد الأسرة اللي نحاول تكون ملتمة على بعضها، ملتمة في شأنها حسب العادات والتقاليد اللي جبل عليها كل المجتمعات العربية والإسلامية. أنا أعتقد أن هذه اللجنة قد وفقت، كل التوفيق بعدم الموافقة على هذا المقترح بقانون، لأن هذا المقترح بقانون أنا أعتقد بفكك الأسرة وبشضيها وبشتتها من غير يعني على غير ما كان المتوقع منه من حماية الأسرة. شكرا سيد الرئيس. شكرا لك لينا قاسم، تفضلي. معالي الرئيس، وأحب أشكر كل من أبدى رأيه في الموضوع اليوم، وبناء على المداخلات والتساؤلات أظن من الأفضل أن نسترجع الموضوع ونعيد دراسته في اللجنة. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ عبد الله النعيمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع يعني أنا أعتبره ليس تشريعي فقط، إنما هو موضوع ديني واجتماعي. يعني ما أوصانا رب العالمين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعملية العنف الأسري هذه عيب ومرض نفسي حقيقة، يعني لن يتجرأ الوالد على إذلال أبنائه أو إذلال زوجته أو البطش بهم إلا إذا كان مريض نفسيا أو ضال بعيد عن الدين. فيعني التشاريع مهما أضفنا وزدنا فيها في النهاية هي الملاذ الأخير، واللي يعني شر لابد منه. الجانب التشريعي احنا لازم نرجع حق كبير المستشارين ويعطينا رأي في عملية هل التشريعات السابقة كافية أو لا، هل المشروع الجديد يسد ثغرة تشريعية أو لا. وبالنسبة لوزارة التنمية الاجتماعية، أنا أعتقد أن لو يضعون منصة عندهم
لتلقي البلاغات والشكاوي حفظا للعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. يجيهم التبليغ وهم يحتفظون بالاسم، مو بشرط أن يعلنون به ويخلقون مثل ما تقول حساسية بين الأسر أو بين أفراد المجتمع. فهما للريكورد يعني يسجلون الاسم، لكن معالجته تكون عن طريق التنمية الاجتماعية بالدرجة الأولى. يعني ممكن هذا الأب أو هذا الابن الضال أو اللي يكون أنه يسترجع أو يبقى تحت رقابتهم أو علاجهم، وبالتالي تحال القضية إلى المحكمة في الحالات القصوى. لكن في النهاية هي الموضوع أن أنت لا تراكم تشريعات في موضوع هو قضى الله فيه. ومثل ما قال الأخ جواد، يعني في النهاية يجب أن يأخذ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعطي رأيه في الموضوع. هذه حبيت أوضحها. مشكور. الأخ علي العرادي مرة ثانية. شكرا مع الرئيس، أعتذر على طلب الكلمة. فقط التوضيح، المشروع يستهدف المبلغ، يستهدف من سيبلغ، من علم بحكم عمله، بحكم مهنته الطبية، بحكم مهنته التعليمية. المشروع لا يستهدف أفراد الأسرة المبلغ، فقط ودت أن أذكر نفسي بذلك. شكرا معالي الرئيس. طيب دكتورة، يعني بعد هذا النقاش اللي سمعناه، يعني أكثر المتداخلين قالوا إن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة، واللجنة أيضا طلبت استرداد المشروع لمزيد من الدراسة. طبعا اللي عنده أي شيء بعدين لما يعود للجنة يوافي اللجنة بما يراه من تعديل أو مقترح على هذا القانون. الموافقون على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ أغلبية موافقة، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبهذا نرفع الجلسة.